الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وركز الاتصال الهاتفي على التشاور بشأن التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية. وتم استعراض الجهود المكثفة لاحتواء الموقف في ضوء تزايد وتيرة العنف والعمليات العسكرية، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا السياق على أهمية تنسيق جهود الأطراف الإقليمية والدولية للحث على الوقف الفوري للتصعيد باعتباره الأولوية في الوقت الراهن، حقنا للدماء المدنيين من الجانبين، وأيضا تجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية وأهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية. تطرق الاتصال الهاتفي كذلك إلى التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي وسبل مواصلة تعزيزه وتطويره في مختلف الاتجاهات في ضوء ما يربط الجانبان من علاقات وثيقة ومتميزة. أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية في البيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب على عدة قرارات بشأن الصراع على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية. فقد أكد المجلس على ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه، ودعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتحذير من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده، والعمل أيضا مع المجتمع الدولي على إطلاق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق ذلك تنفيذا للقانون الدولي وحماية أمن المنطقة واستقرارها من خطر اتساع دوامات العنف التي سيدفع ثمنها الجميع. قال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيجتمع مع العاهل الأردني الملك عبد الله في عمان اليوم. وأضاف الشيخ أن الرئيس عباس سيجتمع أيضا مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين غدا الجمعة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 1128 شهيدا و 5439 مصابا. وفي بيان لها أوضحت وزارة الصحة أن حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 1100 شهيد و 5339 مصابا، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية إلى 28 شهيدا و 150 مصابا، وأن نحو 60% من المصابين في قطاع غزة من الأطفال والنساء. أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 338 ألف شخص أجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف. وفي بيان له قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن عدد النازحين في القطاع المكتظ ب 2.3 مليون نسمة ارتفع بمقدار 75 ألف شخص إضافي ليصل إلى 338,934 نازحا. استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئيسي عبد الفتاح السيسي وفدا من حزب الحرية المصرية برئاسة الدكتور ممدوح محمود رئيس الحزب لعرض المقترحات والرؤى لتأييد المرشح بالانتخابات الرئاسية القادمة. وأكد رئيس الحملة الانتخابية المستشار محمود فوزي على التشاركية الحزبية التي تتبناها الحملة لإحداث حالة زخم تولد حياة سياسية مفعمة بالحيوية، وكذلك الاستمرار في عقد اللقاءات المتعددة مع كافة ممثلي قطاعات المجتمع المصري للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، مشيدا بدور الحزب البارز في جمع نماذج التأييد للمرشح الرئاسي. من جانبه أكد وفد حزب الحرية المصرية أنه سيكون للحزب دور بارز في الانتخابات الرئاسية 2024 لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. عقدت الحملة الرئاسية للمرشح الرئاسي فريد زهران اجتماعا موسعا لبحث إطلاق المؤتمر الجماهيري الأول في مسقط رأسه في محافظة المنوفية السبت القادم. وتم خلال الاجتماع مناقشة الخطة القادمة للحملة الانتخابية مع اقتراب بداية الموعد الرسمي للدعاية الانتخابية وفقا لما أعلنته الهيئة العليا للانتخابات.
رياضيا، يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره الزامبي وديا اليوم الخميس في 7 مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد بالإمارات، وذلك ضمن خطة الإعداد لبطولة أمم إفريقيا المقبلة والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. ومن المقرر أن يواجه منتخب الفراعنة منتخب الجزائر يوم 16 من الشهر الحالي.